السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. إن شاء الله هذا الفيديو يزبط الصوت وما يكون خربان يا رب. بهذا الفيديو كنا بدنا نكمل شلون بالعنز بالغنم، مو العنز اسمه الغنم مو اسمه العنز، أيوه كنا هيك عسسنا نسوي ما على ما أذكر. فاليوم بدنا نكمل الشغل فيهم، شوف إيش بدهم إيش ما بدهم. هاي نروح هون، نروح هون مثل ما كنتوا شايفين في عنا هاي الهايد ناقصة والشجر بيت حساس بدنا نزرع قصب سكر، فهلا ناخذنا هيك حقل صغير نزرع فيه هذا الاشي. اليوم بدنا نحاول نزرع شجر بيت، في عنا حقل رح حاول انه يكون جاهز، بلش نحصده بعدين نبلش نشتغل بالشجر بيت. ولا ايش رايكم نربي شوية خنازير بنجيب لنا شي 50 خنزير، ولا نكمل تعبية الارض بالحيوانات؟ طيب افضل شي نركب سيارة، وينها؟ واي واي صلي اي وينها؟ بنعبي الحظيرة كلها غنم، انا البقر اربع حمام الله شو يكون عبي بقر ما يب. وانا بذكر انها مو هون، اي اي هذيك ورا. بنربي بقر، بنروح بنجيب بقر، طبعا اذا احتاجنا نستلف من البنك نستلف مصاري، ونعبي الحظيرتين بقر وغنم اليوم، وبعدين نركز بالاكل. بعدين الاكل تبعهم مو هالكتير كثير يعني مهم. المهم بنروح بنجيب حيوانات. على فكره التراكتور تبعي صار بده تصليح، لازم نصلحه. مو هون سوي يب. طبعا اذا احتاجينا مصاري نروح نستورد من البنك، ما دوجع راسي بالاراضي وهالشغلات هي، فبنجيب شوية فلوس. وصلنا الى المستودع او مركز بيع الحيوانات. علم نستهدي بالرحمن قبل ما نشتري. رح نشوف في هون شغلة مبين حنتبهت عليها، شوفوا هلق الحيوانات هذول مو صار عندهم الاكل متوفر، فصار نزلت عندهم الانتاجيه تبعتهم من 1230 ساعه. تمام، في عندنا هذا 984، هذا اقل، هي 600، بس هي 600 عملها 2 فهي مثلها مثل 1200 يعني نفس النتيجه. هذا 1200 هذا 1200 كله 1200، بس الوحيده اللي هي هي السوداء البرون البروين بروين اسمها بروين 900، يعني فرق شيء 300 ساعه. فلذلك انا رح اشتري من هاي، اشوف الانتاجيه تبعتها المنور 400 72 50، يعني نفس الشيء نفس الشيء تمام، بس الفرق سرعه الانتاج وانا سرعه اكبر، فلذلك رح نشتري من هاي بس هذا اللون الاسود بس او البني. ننزل ايوه هون، ايوه هذا هو، هذا مو ايوه هذا هو، هذا هو هاي برون هيبا برهم بار برهمان برهمان لا مو برهمان اي ايوه هي حلو. فولنا قد حطينا 15000 ايزي، هي افضل من الباقيات لانه البيضة احلى، يعني نحن بدنا نطلع الانتاجيه مشي الانتاجيه عنا. فمنروح منزلتهم بالارض ونرجع. هو ليش عاملين هاي مع انه لازم تكون البرقرة البيضة والسوداء هي اكتر شيء، يعني هي الهولندية ما قلش لو انه مسوي بيناتهم فوارق، مثلا واحدة بتزود حليب اكتر، واحدة بتعطي منور اكتر، واحدة بتعطي لحم اكتر، كان اتوقع افضل، بس كلهم نفس النتيجة مو كويس صراحة. يعني بس والله مو كتير 15000، انا فكرت يعني يكلفون اكتر من هيك بكتير، يعني على 15 يعني على كم حمل معنا اطلع حملين كمان وخلصين، يعني حملين فيها 30000 ايه طلع معنا 11000 كويسة، نبركنا عليهم شغل 3 ايام وخلصين ونضعفوا. بس هون صرنا في مشكلة ثانية يا شباب، تعرفوا شي؟ أنا بقولكم شي، المشكلة الثانية إنه لازم نكثر الموارد، يب، لأن هلا صرنا العدد أكبر،
فالموارد لازم تكتر. مثل الأكل اللي كان محطوط، شوفوا أنا بورجيكم أثبات قبل ما ننزل. شوفوا هون حاليا يعني الفل المي، خلينا نأخذ المي لأنه فل هون 5000 تمام، وهون 4000 تمام أو 5000 تمام. شوفوا هلا بنروح نجيب حمل تاني. هلا بين ما نروح نجيب الحمل التاني وارجع بكون تحدث الأرقام، لأن الأرقام طول لبين ما تحدث. تمام، هي وصلنا الحمل التاني. بس قبل ما ننزله رح نتأكد من الأرقام اللي حكينا عليها اللي هي هون. ايوه شوفوا، شفتوا شلون الستري نزل للنص، الويتر نزل للنص، كل شيء نزل للنص. انا بعرف هذا الاشي يعني لسه هلا بس ننزل هدول. شوفوا حتى الاكل شوفوا شلون صار كله، يعني صار هيك روس 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 روس. عنه الجريس راح، بتذكر انه هون كان في جريس، اقول معقول الجريس وينه هلا ما راح طلع شديد. طيب بنجيب الحمل الثالث والاخير، بعدين بنرجع بنكمل الاشياء الناقصه اللي صارت هون عندهم، نكملها مثل الستري مثل الجريس كل هذول بدنا نحاول ان شاء الله. مع انه هي بتحرص يمكن شي 100 بقره، يعني ممكن اضل اجيب واروح وارجع شي 10 مرات، بس ما معنا مصاري المشكله، يعني بتسع كميه ضخمه. فهمتوا علي؟ دوبل 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 دوبل. نعم ما قدرنا، بدنا نظبطها. بس والله انشحت تراكتورها وده مازوت. الله اذا احنا راجعين عبي مازوت، انا ما فهمت ليش نط التراكتور، ممكن تكون عبي مازوت. استوى المازوت، يعطيك العافية يا اسطى. والله الغلط دخلنا هون، شو هي؟ هلا هو دخلت ارضي فيها غلط، لازم نحط لها طراف مظبطة، مين مظبطة؟ اوكي ما في مشكلة علينا. طيب هلا بانه خلصنا هذا الجزء بنروح هلا بنجيب لهم مي، لان اهم شيء المي، يعني حيوان بدون مي ما يقدر يعيش. ايوه شفتوه 200، انا باو لسه والله الدرب طويل. 200 انا مفكر 100، طلع 200 طار. معناته بالفيديو الجاي نتدين مصاري وبنشتغل بالفيوم، نعبي نفولها، مو بس نعبيها، بس نشتري سيارة أكبر، نبيع حي اللي عندي ونجيب سيارة أكبر. بس الستري بدنا كمية كبيرة والله، بس خلينا نفضي المي بروح نفضي الستري. الستري بده ماكينة، ما هي بده ماكينة، خلينا نفضي المي نروح نجيب هذيك الماكينة. شلون نعبي؟ بدنا شفاط. طيب شو راح اعمل؟ راح اروح هلا شو صار عندها مي؟ الوتر جيد صار لا باس فيه. شو راح اسوي؟ في شغله مهمه راح اجيبها واعرفكم عنها، يعني جديدين طبعا القديمين بيعرفوها اكيد، يعني اتاكد من هذا الشيء. انا ايش حطيت هون؟ هربطه وصفتهم هون كلها على بعضها غلط، بس يعني اتس اوكي ما في مشكله. يعني طبعا في طريقة نعبي بالاشيل بالهذا اشيله وحمل فيها تمام، بس في طريقة تانية اضبط. شوفوا وين ندخل، هون ندخل، وين وين كانت والله نسيت، هون ليك شوفوا حقا 5000. اعطيني وحدة، خلي يكون لونها من التراكتور احمر، ما هاي خليها تكون سودة
خلي تكون فضي. هذا احمر على دمي طبعا. هي انا من زمان كنت ناوي اشتريها بس ما عم بصير لي، عم بنسى عرفتوا شنو. فاليوم خلاص اشتريناها وخلصت القضية. هروح اشوف وش فائدتها، جدا مهمة جدا جدا جدا. طبعا اللي مشايفها قبل اكيد عارفين، اللي ما مشايفها قبل هروح اتعرف عليها. مهمة جدا طبعا، مهمة جدا جدا مشوار جدا كتير. ليش ما عم تفتحها؟ هاي بالاو تيت جوجل. طبعا هي بقدر اشغلها انا ورافعها. هذا مو ستري يب. هاي هيك اسرع بالشيل وكل شيء اسرع. ضل بقايا شوي بسيطة بس اوكي. نروح المكان الثاني اللي هو جنب البقر كمان. تماما هلا هيك رح نكتفي نحن بهذا القدر. طبعا ليش؟ طبعا مثل ما انكم شايفين تحت ايش مكتوب، هذا بعدين نحن بنكمل بنشتغل عليه تمام. طبعا ضل عنا شغله وحده انه رح نجيب جريس، بس لازم نجيب تريلا قبل ما نجيب جريس. تريلا 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 بدنا تريلا. طيب هات لي التريلا اول شيء. طبعا نشوف شو نكمل فيها. طبعا نروح ننزتها، لا مو هنيك يا بقراتي، بقرة بقرة. تمام نلقي نظرة. هلا والله في عنا شوية جريس بدنا. احنا بنحط هذا نعم لحد الان بس 5000. والله بدنا كتير، والله بدنا كتير يا معلم. معناته معناته بدنا كتير. بنكمله اتوقع فيديو جاي، يعني صار الفيديو طويل. يعني نلقي نظرة ايش ناقصهم ضل. طبعا كل شيء موجود جاهز، بس يعني في ناقص، في نواقص مو شيء تاني يعني. بس شيء ناقص عندنا 5000 وعندنا 33000، يعني رقم جميل بس هون شوي كان ناقص. بس ما رح نزود اكثر من هيك، بيكفي هذا الاشي. هلا في عنا 19 بقرة. ان شاء الله بالفيديو الجاي بكرة بنكمل اكملهم كلهم. بس طبعا قبل ما اروح خلينا اكمل الشيء اللي كنت افكر اسويه، انه نسيت انا اخذ هي معي من حظ. كنت ابيع هاي التريلا، يعني دين بالبنك ودين اشتري صينية بالمرة. فهمتوا علي؟ خلينا نروح اول شيء هذول كمان افرغهم بالمرة كمان عليها. هيك 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 ورا هيك. يعني التراكتور ما عاد يكفينا الشغل، فهمتوا شلون؟ خالص. وزع رد عباي. فرغناهم. تمام. أخيرا تذكرنا شلون التنزيل. شايفين شلون؟ شغل احتراف معلم. خلينا نصفها هون بعدين نرجع لك. حلو الشيء قلنا بدنا نسويه. اي والله طلعت مستأجر اجار، فبنقول له ما عاد بدي اياها، باي باي. تمام الغينا عقد الاجار وهذول نتركهم حاليا. اوكي ما في مشكله. الشيء اللي ضل عندي هلق بما انه الغينا عقد الاجار، بالفيديو الجاي ان شاء الله ندخل هون وين تريلت الحيوانات اللي بتجيب حيوانات. تجيب حيوانات وينها؟ هون. ايوه هون شوفوا في عنا هي بتجيب بس 12 بقرة. هاي تريلت خنزير، هاي تريلت حلو. هاي للخنزير والغنم افضل، بس للبقر هاي افضل. بس بقرتين مو كتير الفرق يعني.
يعني شوفوا هاي بتجيب لي 6 بقرات وهي بتجيب لي 12، ما في الفرق الكبير يعني. المهم بفيديو جاي بنكمله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.